مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. زي ما فيش كلمة قلتها لكم إلا ما طلعت صحيحة، لا بكذب عليكم ولا بكذب عليكم. إزاي؟ تأجيل قضية الطفل شنودة ل 18 مارس وانهيار والدته. قررت محكمة القضاء الإداري بالدقي تأجيل قضية الطفل شنودة ل 18 مارس حسبما أعلن لنا، وحيث حرص على حضور جلسة نظر قضية الطفل اليوم. حضرنا اليوم الجلسة القضية، وانهارت السيدة أمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني لتأجيل القضية، كما ردد عدد من الشعب شنودة لازم يرجع لأسرته اللي احتضنته. وحرص الآلاف من المسيحيين والمسلمين على التواجد أمام محكمة القضاء الإداري بالدقي، وكانت ناشدت السيدة أمال ميخائيل والدة شنودة الطفل شنودة بالتبني الشعب بالتضامن معها بحضور جلسة النظر في طلب عودة ابنها يوم 4 فبراير بمحكمة الدقي. وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للسيدة أمال وهي تحمل لافتة كتب عليها جلسة شنودة الطفل شنودة يوم 23 أو يوم 4/2/2023 للحضور من شعب الكنيسة الساعة 9 صباحا في محكمة الدقي برجاء الحضور. وشغلت قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر وفي الخارج، وأغضبت الملايين، حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيان اللذان قام بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل كنيسته، وإيداعه في ملجأ باعتباره مسلم بالفطرة. وبالفيديو الصراخ والبكاء والألم والأنين لوالدة الطفل شنودة، وانهيار المسيحيين انهيار غير عادي، صراخ وعويل لوالدة الطفل شنودة من داخل المحكمة، ووالده يجهش بالبكاء والأقباط يرددون حرام عليكم. شهدت محكمة قضية القضاء محكمة القضاء الإداري بالدقي صراخ وعويل السيدة أمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني وزوجها الذي راح يبكي بمرارة، حيث قررت المحكمة تأجيل قضية الطفل شنودة ل 18 مارس. لماذا تم تأجيل القضية؟ لم نعرف السبب الحقيقي. وانهارت السيدة أمال التي كانت تعد الأيام وتتحمل قسوتها بدون الطفل حتى يأتي هذا اليوم 4 فبراير، ظنا منها أن الجلسة ستنتهي بعودة الطفل اللي حضنها. لذلك استبحر الحزن داخلها وردت الأقباط الذين تجمعوا حولها، وفي حاجة لمن يخفف عنهم أيضا مثلها حرام عليكم. وشغلت هذه القضية الرأي العام في مصر وفي الخارج، وأغضبت الملايين، حيث تم إبعاده عن الزوجان. نعم، إنها هذه الأقوال المؤلمة والمؤسفة والمحزنة، تواجد الآلاف من المسيحيين أمام محكمة القضاء الإداري تواجد. ولماذا حرص الآلاف من المسيحيين والمسلمين على التواجد أمام محكمة القضاء الإداري بالدقي، حيث تنظر المحكمة اليوم قضية الطفل شنودة؟ وكانت ناشدة السيدة أمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني الشعب بالتضامن معها بحضور جلسة النظر طلب عودة ابنها يوم 4 فبراير بمحكمة الدقي. وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للسيدة أمال وهي تحمل لافتة كتب عليها
جلسة الطفل شنودة يوم 4/2/2023 الحضور من شعب الكنيسة الساعة 9 صباحا في محكمة الدقي برجاء الحضور. وشغلت هذه القضية الرأي العام، نعم إنها أقوال مقصورة، أقوال تحزن. وماذا قال المحامي كرم؟ المحامي كرم غبريال: بعد تأجيل قضية الطفل شنودة، مصر وقعت على اتفاقات ومعاهدات بتقول أن الطفل يختار ديانته بعد تجاوز 18 عاما بيتعرض لغسيل مخ بعد انتزاعه من أسرته. قررت محكمة القضاء لدارب الدق تأجيل قضية الطفل شنودة ل 18 مارس، ما أنزل عميق الحزن بالسيدة أمال ميخائيل والدته بالتبني وزوجها الذي راح يبكي بمرارة. وقالت السيدة أمال: في حالة انهيار حرام، حيث كانت تعد الأيام وتتحمل قسوتها بدون الطفل حتى يأتي هذا اليوم وهو 4 فبراير، ظنا منها أن هذه الجلسة تنهي الحزن وتنهي الألم. ولكن في إطار ذلك قال الأستاذ كرم غبريال من فريق محامين الدفاع عن الطفل شنودة خلال لقائه لنا بقناة الملكة والأمير المستشار أحمد عبده ماهر، قال بعلو الصوت: وإن كنت حاضر الجلسة وسامع، قال أنا راجل مسلم وأقول أنه لا توجد أي واحدة تحرم التبني، ومع احترامنا العظيم للشريعة الإسلامية وللأزهر ودار الإفتاء، لجأنا للدستور المصري حيث نتجنب التصادم مع هذه المؤسسات. لافتا أن الدستور المصري في مواد كتير بتسعفنا، خاصة المادة 93 منه، وبنقول إن المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية هي القانون الأعلى الواجب للتطبيق. الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر كثير جدا، وبنقول إن الطفل يظل طفل 18 سنة وبعدها يختار أسرته وديانته، وهذه المعاهدات تكفل هذه الحرية. لافتا شنودة، الطفل شنودة عثر عليه رضيعا داخل كنيسته، وهذا ما أكده شهودة وأيضا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأم، وأن الأب سلم أو استلم من الكاهن هذا الطفل وسلمه للأسرة البديلة. أنا متضرر من تأجيل القضية جدا جدا، لأن كل يوم بيمر وكل ساعة وكل دقيقة بيتم غسيل مع مخ شنودة. والدته لما نفذت زيارة لي في الملجأ، هي والمستشار نجيب جبرائيل بتنادي عليه شنودة اسمه، وهم بيقولوا له: يا يوسف حفظت الآيات القرآنية. أنا متضرر جدا 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 من تأجيل قضية الطفل، لكن لا تعقيب على قرار المحكمة. اللي دفع المحكمة على اتخاذ قرار التأجيل هي النيابة العامة. أنا كان معايا تصريح ورحت أنفذه ورفضوا ينفذوه، وشغل قضية الطفل شنودة هي الرأي العام في مصر وفي الخارج، وأغضبت الملايين، وحرص موقعنا على تغطية جلسة نظر قضية الطفل شنودة. وقررت المحكمة تأجيل قضية الطفل 18 مارس، وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين، ورصد موقعنا هتافات المواطنين المطالبة بعودة الطفل إلى أسرته المسيحية التي قامت بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل الكنيسة، وسمع هتافات غاضبة أمام مجلس الدولة جراء تأجيل القضية. وشهدت عيادات محكمة القضاء الإداري بالدقي صراخ وعويل السيدة أمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني. أشكركم على محبتكم ولي كل التقدير. يعني أنا مش عارف أقول إيه صراحة، الموضوع أبسط من كده بكتير، لكن ممكن إن شاء الله الله يصنع الصالح. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. مع قناتكم قناة الملكة والأمير، الله يتدخل يا رب، احفظ عنا الوباء والغلاء وكل شيء.